حياكم الله. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغريانية أن أشد ما يقع على الناس في هذه الأيام هي جرائم الدماء، ومضيفا أن هذه الجرائم ممنهجة وتستهدف الثوار. الأزمة لا زالت يعني تشتد والظروف تتصعب على الناس، وأشد ما يقع على الناس فيما راه هذه الأيام هي جرائم الدماء، القتل والتعدي والاعتداء على الحرمات وعلى الأملاك، وأقبح ذلك وأشنعه هو الحرابة وقطع الطريق وخطف الناس. وهذا أصبح نراه كأنه يعني صار أمرا ممنهجا مضبوطا مدروسا، يعني يستهدفون به قادة الثوار اللي هم قادة الجبهات، في كل مرة يأخذون أحد رموز الثوار المعروف بوقوفه وتصديه طول المعارك السابقة ضد الظلم والطغيان، ومرة من طرابلس ومرة من صرمان ومرة من منطقة من هنا وهناك. هذا قطاع من القطاعات اللي هو يستهدفون به الثوار، ثوار الجبهات اللي هم باقين على العهد بدأوا يستهدفونهم. وأضاف فضيلة المفتي أن الجرائم الممنهجة بدأت تستهدف المؤسسات، وموضحا أن استهداف المؤسسات سيشل الحركة في البلاد. كذلك بدأوا يستهدفون المؤسسات، لقد رأيناهم في هذا الأسبوع والذي قبله كيف اقتحموا مؤسسة السجل المدني، وكبعد ذلك أيضا الخطوط الجوية، رئيس الخطوط الجوية اختطفوه من الطريق. واختطاف المؤسسات هذا معناه أن هذه المؤسسات يعني هي من أول الأمر تشتغل يعني بصورة ضعيفة لا تكاد تذكر بسبب المعوقات الكثيرة التي يعاني منها الناس، لكن حتى هذا القليل لا يريدونه أن يبقى، فإذا ما استهدفوا المؤسسة معناها تعطلت بالكلية. واستغرب فضيلة المفتي صمت الجهات الأمنية تجاه عمليات الخطف والابتزاز في البلاد، ومطالبا إياهم بتوضيح الصورة للناس وبأسرع وقت ممكن. الجهة التي يعنيها الأمر وهم المسؤولون في الجهات الأمنية في بلادنا لم نرى منهم شيئا على الإطلاق. هل سمعتم؟ أنا لم أسمع، قد يكون أنا لم أسمع. نعم. هل سمعتم بيانات منتظمة تخرج من المؤسسات الأمنية في بلادنا الداخلية والأشياء الإدارات الملحقة بها من البحث الجنائي أو من غيره تتابع هذه الجرائم وتتكلم ماذا حصل للشيخ نادر وماذا حصل لغيره وإلى أين وصلوا في هذه المسائل؟ يعني حسب ظني أنهم لم يحركوا ساكنا وليس هناك أي شيء على الإطلاق. إحنا لا نريدهم، إذا كانتم أسرار أن يضيعوا الأسرار، نريدهم أن يطمئن الناس أن الموضوع يعني هذا هو يعني فيه بحث وأن فيه خطوات إلى الأمام ماشية وأن واخدين الأمر بجدية وأنهم يتابعون وأن المجرم يتوعدونه ويخوفونه. هناك وسائل كثيرة جدا للإعلان ترهب الخصم وترهب المجرم، يعني لم نرى أحد منهم يتكلم بهذا. دخلت إلى مدينة درنا مساء الثلاثاء شاحنة وقودنا بعد 15 يوما من آخر شحنات وصلت إلى المدينة. مصدر محلي من درنا قال في تصريح لتناصح أن محطات تزود بالوقود شهدت ازدحام للسيارات واستمر حتى ساعتنا متأخرة من ليلة الثلاثاء. هذا وكانت غرفة عمليات المختار التابعة لما يعرف بعملية الكرامة قد منعت دخول غاز طهو نهائيا إلى درنا، وقامت بتخصيص 4 شاحنات للوقود فقط كل 10 أيام. أدان محلي درنا ثلثا ما وصفها بالإجراءات الظالمة التي تقوم بها عناصر مجرم الحرب حفترة من حصارها للمدينة،
ومستغربا صمت الرئاسي المقترح تجاه هذا الحصار. المجلس وفي بيانه تحصلت التناصع على نسخة منها طلب الجهات المسؤولة بالدولة بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما يحدث لمدينة درنة، وداعيا إلى فتح الطرق المؤدية للمدينة والتوقف عن عملية القبض على الهوية وإدخال شحنات الوقود والغاز للمدينة. هذا وأضاف المجلس أنه يتحفظ بحقه في مقاضاة كل من تسبب في الحصار على درنة، ومخليا مسؤوليته التامة عن أي ردة فعل قد تحدث نتيجة الاحتقان الشديد للأهالي هناك. هذا وأدان الحركة الشعبية غريان ما تتعرض له مدينة درنة من حصار خانق وتضييق من قبل عناصر مجرم الحرب حفتر. الحركة وفي بيانه أكد على تضامنه ووقوفه مع أهالي درنة وثوارها، واصفا بأن ما يرتكبه حفتر وعصاباته الإجرامية يصنف ضمن جرائم حرب، ومعتبرا أن كافة الأجسام التي انبثقت عن ما يسمى باتفاق إسخرات تعد شريكا لحفتر. هذا ودعا الحركة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإيقاف ما يحدث من جرائم ورفع الحصار الجائر على درنة والسماح بدخول كافة الاحتياجات للمدينة. قال مسؤول الملف الأمني في مدينة درنة العميد يحيى لصعمرة إن العد التنازلي لفك الحصار عن المدينة قد بدأ، ومؤكدا أن النتائج ستظهر في الأيام القادمة. لصعمرة وفي تصريح خاص للتناصح ذكر أن الجهاز الأمني في المدينة سيقدم ملفا متكاملا للجهات الحقوقية يوضح فيه الحصار الممنهج الذي تعانيه درنة، ومؤكدا أن الجهاز الأمني لديها 15 دائرة أمنية داخل المدينة وخارجها وكل تحرك موثق وبدقة. هذا واستغرب العميد يحيى لصعمرة صمت المسؤولين تجاه ملف مدينة درنة، مضيفا أن المدينة تعاني أوضاعا وصفها بالكارثية. شرعت جمعية سيد الشهداء في مدينة درنة لإطلاق حملة بعنوان بتعليم أبنائنا تبنى بلادنا لتجهيز أكثر من 500 حقيبة مدرسية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. الجمعية قامت بتوزيع الحقائب المدرسية على الأسر المحتاجة، وضمت الحقيبة المدرسية كل المستلزمات التي يحتاجها الطالب للدراسة، وتسعى الحملة بحسب منظميها إلى رفع عدد الحقائب بعدة تبرعات أخرى من المواطنين. ونفتح ملف بني غازي، حيث جددت طائرات الميغا التابعة لمجرم الحرب حفتر الأربعاء استهدافها لمنازل العالقين في منطقة قنفودة السكنية، وذلك حسب ما ذكر مركز السرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى توري بني غازي. هذا وصرفت المدفعية التابعة لقوات مجرم الحرب حفتر منازل العالقين في المنطقة بأكثر من 50 قذيفة، فيما شهد تحليق لطائرات بدون طيار تحوم في سماء المدينة يوم الثلاثاء. هذا وصرفت قوات مجلس شورى توري بني غازي الأربعاء آليات عسكرية تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر في محور الجوارشة، وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر ذكر أن الاستهداف تسبب في تدمير إحدى الآليات ومقتل من فيها. وفي خبر آخر، حيث انفجر لغم أرضي ثلاثاء في منطقة قنفودة السكنية ما أسفر عن مقتل اثنين من قوات مجرم الحرب حفتر وجرح آخرين، وذلك حسب مصدر من مجلس شورى توري بني غازي. المصدر ذكر أن الاشتباكات بين قوات المجلس وقوات مجرم الحرب حفتر مستمرة ومنذ الصباح، ومؤكدا سيطرة قواتهم على كافة تمركزاتهم في المدينة، ونافيا ما يتم تداوله عبر الوسائل الإعلامية التابعة لما يعرف بعملية الكرامة. درنا العصية لا زالت تحاصر وتمنع عنها موارد الحياة، وفي قنفودة طيران محلي وأجنبي يقصف البيوت على ساكنها. المزيد فلنتابع. لا تزال عملية الكرامة تزرع الكراهية وتزيد من جروح الوطن التي تسببت بها منذ إعلان قائدها عن عمليته المشؤومة. فها هي درنا تحاصر منذ 7 أشهر متواصلة، وهي التي حاربت تنظيم الدولة وطردته من المدينة
لتعاقبها ميليشيات الكرامة بحصار خانق منع دخول المواد الأساسية للمدينة، وهو ما ظهر جليا بعد قرار أمر ما يسمى عملية المختار المكلفة بحصار درنا ومحاولة اقتحامها، الذي أمر فيه أتباعه بمنع دخول الغاز الطهي إلى المدينة وتخليص شحنات الوقود التي تدخل لها، بل ومنع شاحنات منظمات دولية تحاول إدخال بعض المساعدات الإنسانية للمدينة في محاولة له لتجويع أهلها والتضييق عليهم وتركعهم بعد أن عجزت قواته عن اقتحام المدينة ورجوعها في كل مرة وهي تجر أذيال الخيبة معها، في مشهد يعرفه الليبيون جيدا ويذكرهم بما صنعه المستعمر الإيطالي مع المجاهدين بعد فشله في إجبارهم على الاستسلام ليختار سلاح التجويع والحصار لمحاولة التأثير على المجاهدين. لم تكتفي ميليشيات الكرامة بحصار المدينة فقط، فطيرانه لا يريد أن يتركها وشأنها، إذ جعل المدينة كلها أهدافا مشروعة له ليكون آخر ضحاياه صيادان استشهد أحدهما وأصيب الآخر. وأما في بنغازي فلا زالت عملية الكرامة تصب جام غضبها على قنفود المحاصرة، فالقصف الجوي من طائرات مجرم الحرب حفتر ومن الطائرات الأجنبية المساندة له لم يتوقف على المنطقة، وكذلك القصف المدفعي الذي راح ضحيته في اليومين الماضيين عامل أجنبي عالق في المنطقة، وجرح مواطن ليبي جراء القذائف العشوائية التي أصابت منزليهما. ومن جهة أخرى لم يتوقف الدعم الدولي عن الوصول لميليشيات الكرامة بعد تواتر أخبار عن وصول شحنات أسلحة وذخيرة لمطار الخروبة قادمة من مصر لدعم مجرم الحرب حفتر في حربه ضد أبناء ليبيا، في ظل صمت رهيب ممن ادعى أنه جاء بالتوافق وجعل شرطا من شروط مسودته إيقاف كل العمليات العسكرية في البلاد. قال مصدر إعلامي أن قوات الثوار قامت باستهداف عناصر ما يعرف بتنظيم دولة بالمدفعية الثقيلة في آخر تمركزاتهم بالجيزة البحرية في مدينة سرتة. هذا وكانت قوات الثوار قد أحكمت سيطرتها السبت الماضي على عمارات 600 بعد اشتباكات عنيفة، واستطاعت إنقاذ 24 مدنيا كانوا محتجزين لدى عناصر ما يعرف بتنظيم دولة، ومن بينهما 22 شخصا يحملون جنسيات أفريقية مختلفة بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 2 آخرين أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية التركية. هذا وقام فريق الهلال الأحمر فرع مصرات بتنفيذ عمليات واسعة في انتشال الجثمين واستخراجها من مناطق متفرقة داخل مدينة سرتة. الهلال الأحمر فرع مصرات أشار إلى أن المناطق التي تمت عمليات الانتشال فيها هي الحي رقم 1 وحي المنارة المعروفة بحي الكامب وعمارة 600، ومؤكدا على أنه تم توثيق الجثمين وإعطائها الأرقام المرجعية ومن ثم تسليمها إلى جهاز مكافحة الجريمة في مدينة مصرات. وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم تنفيذ 4 ضربات جوية الجمعة الماضية و3 غارات الأحد الماضي استهدفت مواقع وآلية ما يعرف بتنظيم دولة في مدينة سرتة. القيادة الأمريكية وفي بيانها نشرته على موقعها أشارت إلى أنها دمرت سيارتين تحملان أسلحة وذخائر في حي الجيزة البحرية آخر محاور القتال المتبقية في المدينة. هذا وأوضحت أفريكوم أن إجمالي الضربات الجوية في سرتة وصل إلى 373 ضربة جوية منذ انطلاق العمليات منذ بداية أغسطس الماضي. أخبارنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا. الصديق الكبير ينتقد تصريحات رئيس المجلس الرئاسي المقترح وينبهه للتحلي بروح المسؤولية، ويقول إن الرئاسي يريد بيع احتياطي ليبيا من الذهب. Thank you.
درنا عظ الله نهار صيام بك عي العيط يا ياما احكي يا درنا الملك يا بنام ليش ما يضمش الدواعش والله يمشي لإسرائيل والله يمشي يضربوا فينا الفلسطيني بالله عليك يضربوا في الناس الابريال ركاد الرياح هارون اطفال زهرة يمسك فيهم الطيران المجرم سوى كنا سوى ركرة هاي سيارة هاي سيارة الله اكبر مقفوهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طواغيت يا كلاب حسبي الله ونعم الوكيل فيك الزمان أي سكن منزل لا معسكر لا ذخيرة لا قاعدة بسم الله مظلومة حيد أزلام الوطن تأتي بالكرام دعيتك ليلة أيام الصوم شوي كلام الله فيك رجانا بكوام احكي يا درنا عبد الله نهار صيام بك عير عيط يا يام حول قيد وأسير 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 حول قيد أهلا بكم من جديد. قال مصدر محلي في مدينة جالو إن المدينة تشهد حملة اعتقالات واسعة من قبل عناصر ما يعرف بعملية الكرامة. المصدر قال في تصريح خاص للتناصح إن 7 سيارات مسلحة قادمة من جدابية تمركزت بعدة نقاط في مدينة جالو واعتقلت عددا من المواطنين من بينهم أحد سجناء بوسليمة سابقا بين فترة النظام السابق، ومشيرا على أن بعض النسوة في المدينة اعترضت حملة الاعتقالات داخل المدينة. هذا أضافت المصدر بأن القوة المسلحة تتمركز الآن في منطقة أوجلة والتي تبعد نحو 20 كيلومترا شمالي جالو. قال محافظ مصرف ليبيا المركزية صديق الكبير أنه يستغرب من الاتهامات التي وجهها له رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراجة في مقابلة تلفزيونية حول مسؤولية المصرف وبشأن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وحتى الأمنية في البلاد. الكبير في كتاب أرسله إلى رئيس الرئاسي المقترح دعاه إلى التحلي بروح المسؤولية في وصف المشاكل وتحديد المسؤولين عنها وتوخي الدقة في تصريحاته، معتبرا أن الاتهامات التي وجهها له السراجة تهم عمومية على رأسها أزمة السيولة النقدية، مضيفا أن سبب الأزمة يعود لانسداد الأفق السياسي وعدم وجود رغبة لمعالجة المختنقات التي تواجه البلاد على حد تعبيره.
هذا ورد محافظ المصرف المركزي على تصريحات رئيس المقترح بشأن تقديم برامج حقيقية للخروج من الأزمة قائلا إن الرئاسية لم يقدم برامج حقيقية آمنة، بل جاءت في صورة مقترحات فضفاضة تمثلت في اقتراح بيع جزء من احتياطي ليبيا من الذهب وبيع العملة الصعبة الغير متوفرة أصلا وتغيير سعر صرف الدينار على حد قوله. هذا وأضاف الكبير بأن المركزية بيّن موقف من هذه المقترحات ومدى نجاحها في حل المشكلة في اجتماعاتنا السابقة، رافضا فكرة المساس باحتياطي الذهب باعتباره احتياطيا استراتيجيا يمثل خط دفاع الأخير، إضافة إلى فرضية بيعه كاملا لا تعني سوى تغطية 4 أشهر من السيولة. أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد دبريشة أن ما تسمى اللجنة التسييرية المشكلة من قبل الرئاسة المقترح لا تتوافق مع الوثائق التأسيسية لمؤسسة الاستثمار وتناقض مصلحة جميع الليبيين. بريش وفي بياننا تحصلت التناص على نسخة منه قال إنه من المؤسف أن نعلم بتقارير عن محاولات رئيس اللجنة التسييرية الغير قانونية للتحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار في إيطاليا، معتبرا أنها بمثابة أمثلة إضافية عما تقوم به اللجنة من افتعال للشك والارتباك، واصفا بأنها أفعالنا ستؤدي بليبيا إلى الخطر حسب نص البيان. شدد اجتماع ثلاثي عقد ثلاثاء بجامعة الدول العربية على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. الاجتماع حضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيطة والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكوتي والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر. هذا وأعادت الأطراف الثلاثة في بيننا مشترك التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وتشجيع وتسوية سلمية للوضع بقيادة الليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي. وصف رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح الاتفاق الموقع في صخرات بالغير دستوري وغير معتمد من مجلسه، مؤكدا أن كل قرارات الرئاسي المقترح غير قانونية وباطلة أيضا. صالح وفي تصريح صحفي ذكر أن حكومة السراجة رفضت مرتين من قبل ولا يحق له تشكيل واحدة جديدة وفق قوله، مضيفا أنه يجب اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة حسب ما ذكر. صالح أضاف أيضا أنه لا لزوم لوجود وزارة الدفاع في الوقت الحالي مع وجود قائد عام للجيش وفق قوله وتصريحاته. أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن بلاده مستعدة لدراسة طلباتنا من العراق وليبيا بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في أراضيهما حسب قوله. وحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية فإن بوغدانوف أشار إلى أن الوضع السياسي والعسكري في ليبيا معقد ومنبها إلى أنه لا يتوقع أن يتغير في المستقبل القريب. هذا وأعرب المسؤول الروسي خلال الاجتماع السنوي لمنتدى النقاش الدولي فالدي عن قلق بلاده من استمرار الوضع السياسي والعسكري غير مستقر في ليبيا حسب قوله، ومضيفا أن الموقف تصاعد في الأيام الأخيرة. قام حراك المواطنة حقي بعقد عدة ندوات في منطقة الجفرة تهدف لتوعية المواطنة بخطورة المسودة التي صدرت من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وتأتي هذه الندوات بحضور أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور صالح شاكر ومحمد بروين وعبد الباسط نعاس والعربي الشريفة. وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة من المناشط التي يقوم بها الحراك في العديد من المدن من أجل التوعية بحقوق المواطنة ومعالجة القصور الذي طلع مشروع مسودة الدستور في هذا الشأن، والتي صوت عليها 34 عضوا فقط من أصل 58. بعد تأخير وتأجيل بدأ العام الدراسي الجديد لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، أمال جديدة ومصاعب تواجه العملية التعليمية. المزيد فلنتابع. بعد تأخير وتأجيل بدأ الاثنين العام الدراسي الجديد في المدارس الليبية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بداية كانت بين الخجولة والمتوسطة
توزعت باختلاف المناطق وحالة المدارس التي بات كثير منها يفتقر إلى الصيانة والأثاث المدرسي. رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية التي ترزح تحتها البلاد، فقد صارت بارقة أمل على وجوه تلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، وقد غادر بعضهم في خطواتهم الأولى في يومهم الأول إلى مقاعد الدراسة، وقد عاد بعض من ذلك البعض بهدايا صغيرة وزعتها عليهم مدارسهم في خطوة غير مسبوقة أسقطت فيها المقولة التقليدية بأن العصا لمن عصى. الكتاب المدرسي كان باستحقاق معضلة هذا العام، فقد تنازع تعليم شرق البلاد مع التعليم في غربها قضية توفير الكتاب المدرسي، وأنقذت تدخلات اللحظات الأخيرة الموقف، حيث بدأت شحنات الكتاب المدرسي تأخذ طريقها إلى مختلف مناطق البلاد لتكون أول سطر في كتاب الفرج القريب. أوضاع المبنى المدرسي تلك متلازمة أخرى لبداية العام الدراسي الجديد، فبعض المدارس تعرضت إلى تخريب متعمد تزامن مع غياب الأمن في بعض المناطق، تخريب يجعل من فصول وقاعات تلك المدارس معبرا لتعاقب الفصول الأربعة من حر الصيف إلى زمهرير الشتاء. المسؤولون في قطاع التعليم باختلاف مسمياتهم وعلى اختلاف وزاراتهم ورئاساتهم مطالبون بالعمل على حل مشاكل القطاع وتوفير الأجواء المناسبة واللائقة للطالب والمعلم بعيدا عن التدافع السياسي وأبعد ما يكون عن الأهواء والمصالح الشخصية التي تطحن المجتمع وتأتي على الأخضر واليابس. رأى الأمين الفيدرالي العام لحزب رابطة الشمال الإيطالي ماتيو سالفيني على أن على حلف الشمال الأطلسي ناتو المشاركة في مقاومة ما وصفه بغزو المهاجرين عن طريق البحر المتوسط. هذا ودعا سالفيني تعليقا على ما أو تدفقات الهجرة إلى إيطاليا في اليومين الأخيرين، من أسماهما بعباقرة الناتو وذوي العقول المستنيرة، إلى استخدام أفرادهم ومعداتهم في البحر المتوسط لصد المهاجرين غير القانونيين والذين لم يسبق لهم مثيل حسب وكالة أكل إيطالية. يأتي ذلك بعد أن تم إنقاذ حوالي 2400 مهاجر غير قانوني الأحد الماضي قبالة السواحل الإيطالية خلال 20 عملية. بعيدا عن السياسة وفي عالم الاقتصاد، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ الأربعاء بعدما أشرت بيانات معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية وبشكل مفاجئ، حيث يتداول الخام الأمريكي عند مستويات قريبة من 49 دولارا و50 سنتا، فيما يتداول نفط برنت دون سعر 50 دولارا ونصف للبرميل. هذا ولا تزال الأنظار تتوجه نحو الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة لنفط أوبك، وما يصدر من تصريحاتنا بشأن التوصل اتفاق ينص على تجميد الانتاج خلال الاجتماع المنتظر للمنظمة أواخر الشهر المقبل. وفي الخبر الأخير، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها بعد صدور بيانات أمريكية متباينة صدر معظمها بشكل إيجابي، ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من 1268 دولارا للأونصة. وبحسب تحليلات وتوقعات الخبراء، فإن المعدن الأصفر الثمين قد يتراجع حتى مستويات قريبة من 1263 دولارا، مع بقائه دون مستوى 1274 دولارا، حيث أن تواصل الهبوط سيجعله يستهدف مستوى 1242 دولارا للأوقية. وإلى أحوال الطقس فلنتابع.
ختام هذه الأخبار وهذا أبرز ما جاء فيها. مفتي الديار يقول أن جرائم الدماء هي أشد ما يقع على الناس في هذه الأيام، ويستغرب صمت الجهات الأمنية تجاه عمليات الخطف. دخول شحنة من الوقود لدرنا بعد توقف دام 15 يوماً ومحلي المدينة يدين الحصار المفروض عليها. طيران الميجا تابع لحفتر يشن غارات على منازل العالقين في منطقة قنفودة، وقوات توارا تستهدف آلية عسكرية تابعة لحفتر. وتابعتم أيضا الصديق الكبير ينتقد تصريحات رئيس المجلس المقترح وينبهه للتحلي بروح المسؤولية، ويقول أن الرئاسي يريد بيع احتياطي ليبيا من الذهب. ختام هذه الأخبار، إلى أن نلتقي وإياكم، دمتم في أمان الله.